مساء الخير أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة ومهمة من برنامج نص كلمة. قبل ما أبدأ النهاردة في حلقة النهاردة أحب أرحب بزميلتي ياسمين. أهلا بك ياسمين. أهلا بك يا سارة. النهاردة زي ما وعدناكم في كل حلقة جديدة معانا نص كلمة من سيادة العميد أحمد رمضان. أهلا بحضرتك وعايزين نسمع كلمة النهاردة. هو زي النهاردة في حوالي 119 حدث، أنا نقيت منهم شوية أحداث خفيفة كده، يعني أتمنى أنها تعجب حضراتكم. الحدث الأولاني زي النهاردة سنة 1990، معايا لكم قصة بطل مصري. البطل ده تسلل داخل الأراضي المحتلة في أرض فلسطين ونفذ عملية عسكرية بدون علم أو أوامر من القادة بتوعه، وقتل 21 ضابط إسرائيلي منهم ضابط شغال في مفاعل ديمونة النووي. انسحب بعد تنفيذ العملية وأطلق عليه 980 طلقة، ولا طلقة من الطلقات دي جت فيه من مدافع رشاشة نص بوسة، حتى دخل الحدود المصرية سليم دون أي إصابة. عملية التسلل وعملية تنفيذ المهمة وعملية الانسحاب دي حاليا بتدرس في المعاهد العسكرية على مستوى العالم، وكان سبب انه فكر انه يقوم بالعملية دي ان الجندي الاسرائيلي اللي قدامه على الحدود اهان العلم المصري مرتين باسلوبين مختلفين، يعني هو ما عجبتوش. السبب الثاني انه هو اتأثر بمذبحة القدس، ودي كانت في شهر في بالضبط 8 اكتوبر في نفس العام. والسببين دول ادوله المبرر ان هو يقوم بهذه العمليه قدام ربنا وقدام ضميره وغيرته الوطنيه لتنفيذ العمليه. والشيخ الغزالي اقر قدام المحكمه بشرعيه هذه العمليه اثناء محاكمه هذا البطل. البطل ده قام بتدريب نفسه على العمليه دي 40 يوم من غير ما اي حد يعرف، وعمل دراسه للارض، عمل دراسة للهدف اللي هو هينفذ عليه العملية، عمل حساب للوقت بتاعه، عمل فعلا تقدير موقف، وعمل استطلاع لمكان تنفيذ العملية اللي كانت في منطقة راس النقب في سهل اسمه سهل وادي القمر داخل فلسطين. الاجراءات دي في قانون القتال اسمها اجراءات تنظيم معركة، يعني الراجل ده نظم وخطط عملية لنفسه في منتهى الدقة، وقتل في هذه العملية 21 ضابط ودمر حافلتين، ورجع بعد تنفيذ العملية داخل الحدود المصرية وسلم نفسه لوحدته، وتم محاكمته وخد 12 سنة سجن، وخرج من السجن سنة 2000 وتزوج بنت خاله وعبالك يا ساره انتوا ياسمين، وانجب منها 3 اطفال. نتمنى ان احنا نشوف ال3 اطفال دول 3 ابطال زي باباهم. البطل ده هو الجندي المصري الشامي الاصيل ايمن محمد حسن، ولد في الزقازيق سنه 1967 وموجود حتى الان. بأناشد السيد الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي بتكريم هذا البطل، لانه مثال محترم للوطنيه وحب مصر والغيره على مصر ورمز ورموز مصر. على الجانب الاخر في افراد لا تتعدى اصابع اليد، منهم من يهاجم مصر من خلال دول معاديه مقابل المال، ومنهم من يهاجم مصر يعني عايز يعمل من نفسه بطل قومي. انا بقول لهم دي مصر اقدم دوله واقدم دوله مؤسسات ورمانه ميزان منطقه الشرق الاوسط، ولا ثقل عسكري وسياسي واقتصادي، ويحكمها رئيس مقاتل يراعي ربنا وضميره، فخامه الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي. ارجو
من الناس دي ان هي تراجع حساباتها اتجاه مصر. يعني اللي عايز يعمل نفسه بطل قومي ويطلع على شاشات التلفزيون والسوشيال ميديا يقول لك ايه مساء الخير اهلي وناسي، انت لا ليك اهل ولا ليك ناس، لانك بتحرض الشعب المصري انه يثور ضد قيادته. مره تقول لهم انزلوا الميادين، بعدها بيومين تقول لهم انزلوا الشوارع، بعدها بيومين تقول لهم بلاش الشوارع ولا الميادين انزلوا قدام بيوتكم، بعدها بيومين كمان تقول لهم بلاش قدام بيوتكم اطلعوا فوق السطح. طبعا ده تهريج، انت بتتكلم عن مصر. مصر دي دولة مؤسسات، لا حاكم قوي وجيش قوي قادر انه يحميها من اي مؤثرات خارجية. زي النهاردة عيد ميلاد الفنانة بوسي وعيد ميلاد الفنانة رغدة، بقول لهم كل سنة وانتم طيبين. زي النهاردة وفاة الفنان توفيق الدقن والفنانة صباح، ربنا يترحمهم. بكرة ان شاء الله هيكون ديربي الكرة، مش هقول المصرية، ديربي افريقي بين الاهلي والزمالك. الفائز الزمالك مصري، الفائز باذن الله مصري اهلي. والتاريخ بينكتب ان هو سواء الاهلي او الزمالك من جمهورية مصر العربية. يعني الفائز في النهاية جمهورية مصر العربية. ارجو ان تكون مباراة فنيا على مستوى الحدث، ان تكون مباراة ايضا فيها روح رياضية مثالية، والفائز في النهاية مصر. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا يا ياسمين، شكرا يا سارة. شكرا ليك يا ستي، شكرا جدا لحضرتك. طبعا ان شاء الله الرئيس ينبي طلب حضرتك. خلوني بقى اقول لكم النهارده معانا ايه. طبعا حلقه النهارده حلقه مهمه جدا، وهي الجواز موده ورحمه وعشره جميله، الحقوق الزوجيه بين الزوج والزوجه. زي ما ربنا ادى الزوج مفتاح، ادى كمان مفتاح بسيط للزوجه، وهو الخلع، ان هي ترد كرامتها. مش بس كرامتها، لا ده بترد حاجات كتير جدا في حاله ان هي مش مرتاحه مع الزوج. الخلع قضيه هزت كل بيت مصري، شردت أسر كتير وأطفال أكتر وأكتر. الحكاية بدأت يا سادة من سنة 2000 لما تم وضع قانون هو قانون الخلع، قلب كل موازين الحياة الزوجية. هل قانون الخلع جاء ليعزز المرأة ويقوي دورها في المجتمع، أم أصبح سلاح قاتل يأذي كل أسرة مصرية؟ كل ده هنعرفه مع المختصين في هذه القضية، على الجهة القانونية والجهة الدينية، لتوضيح حقيقة الأمر. هنعرف إن شاء الله حكم الخلع وحكم الطلاق مع فضيلة الشيخ الدكتور مسعد الشايب، دكتوراه في تفسير وعلوم القرآن، والمحامي سيد إبراهيم. استنونا بعد الفاصل في حلقة مهمة جداً.